النشرة الرئيسة مشاهدينا على رأس الساعات القادمة، وفيها تتابعون: الحكومة تحيل موازنات 3 سنوات إلى البرلمان، وسودان يكشف أرقام الإنفاق والإيرادات والعجز، ويعلن الاتفاق على حصة كردستان. اجتماع بين المالية النيابية ولجنة إعداد سلم الرواتب، ومقترحات حكومية لزيادة رواتب الدرجات الأدنى ومنحها مخصصات تحسين المعيشة. التجارة تستعد لإطلاق سلة غذائية متكاملة بالتزامن مع شهر رمضان، وسلة ثانية خاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية. مؤتمر العراقي للمناخ يختتم أعماله بمشاركة دولية وإقليمية، ويوصي بمعالجة شح المياه وتقليص مساحات التصحر. الجهد الخدمي يكمل تأهيل شبكة مجاري حي الكوفة، ويقترب من مرحلة إكساء الشوارع بعد سنوات من الحرمان. تفاصيل هذه الأخبار مشاهدين وغيرها على رأس الساعة. إلى اللقاء.